في الوظائف ليس على أساس الطائفة والعرق بقدر ما هو على أساس الولاء والانتماء للسلطة ولأحزاب السلطة. بالتالي مختلف الطوائف والفئات المجتمع تتساوى في مظلوميتها، لا يوجد أي عدالة إلا في مظلومية هذه الطوائف، هذه الملل. للأسف الحكومة اليوم تتعامل بازدواجية مع المكونات، مع بقية المكونات في العراق. هناك مكونات تعاني من الإجحاف وتعاني من الظلم والتهميش، وهناك أيضا مكونات أخرى تعاني من عدم توازن حتى في مؤسسات الدولة. وهناك يعني نرى أنه كثير من الحكومة، الكثير من المؤسسات، من يعني من المكونات والطوائف في العراق يكاد تكون دورها شبه ضعيف. لا يوجد شعب مثل الشعب العراقي متعايش بصورة كلش طبيعية بين الأديان والطوائف. لو مثلا أنه حسب ما تشوف مثلا بالإعلام، صدقني هي كلها عملية سياسية من قبل السياسيين للحصول على جنبة ممكن انتخابية. أما فيما يخص تمييز طائفة عن طائفة أو دين عن دين، لا يوجد هذا التمييز، لأن حتى الظلم بالعراق فهو متساوي على الجميع. لا يزال هناك شوط كبير يجب العراق أن يقطعه بالنسبة للموضوع الطائفي والإثني، خاصة وأن الجهات السياسية تغذي هذه المواضيع في كل انتخابات، مثل ما حدث أثناء التفجير الأخير حيث اتهمت طائفة معينة بالتفجير ودعم دول معينة على حسب الطائفة هذا التفجير. فأصبحنا اليوم مشتتين بسبب الطائفية السياسية وليس الطائفية الشعبية. هذه الطائفية السياسية التي خلقت هذه الفجوة بين الشعب العراقي وجعلت هذا الشعب اليوم متفرق من جهة أنه اليوم أنا شيعي وأنا سني أو أنا صابئي أو مسيحي أو يزيدي، ونسوا أنهم هم جميعا أبناء بلد واحد وأبناء هذا الوطن.